Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo panjenengan sedaya dalu niki sarang-sarang kawula ajak mau shalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga bibarakah bacaan maulid kita malam ini, bibarakah bacaan shalawat kita malam ini menjadikan asbabiyah turunnya rahmat Allah serta syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Shalli alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitana nakratana maulidin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala qadrati ikhwanihi من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصاً سيدنا سلطان الأولياء شعبد القادر الجيلاني وسيدنا سيف الدين أكسبندي وسيدنا سجن البغدادي وسيدنا شعب الحسن الصادلي وصالح مبرئ وجميع سادتنا الأولياء في هذا البلد إندونيسيا خصوصاً جميع الوالي صانغو وخصوصاً جميع سادتنا الأولياء في هذا الولايات المبروكان وخصوصاً مولانا كي أكن سيلو وخصوصاً مولانا كي أكن كتاس بندوو وخصوصاً مولانا كي أكن ترب وأصولهم وفروئهم خصوصاً شيدي ومربي ومرسيدي مولانا الحبيب عبد الله ابن عبد الوهاب بن أحمد بن عبد الرحمن ابن حسن ابن عدنان وخصوصاً الإمام الكتب مولانا الحبيب عنيس بن علوي بن علي بن محمد بن حسين الهبسي وخصوصاً شيدي الإمام الكتب مولانا الحبيب عبد الله بن علوي الهداد وخصوصاً علي مولانا الإمام الكتب مولانا الحبيب عبد الله بن محسن العطاس خصوصا سيدنا الحبيب حسن بن محمد الحداد خصوصا سيدنا الحبيب عبد الله ابن طالب العطاس وخصوصا سيدنا الحبيب صالح التنقل خصوصا شيخنا خالد بن بنغلان وخصوصا شيخنا هاشم الشري وخصوصا شيخنا واحد هاشم وخصوصا شيخنا عبد الرحمن وحيد وجميع اهل القبور من المسلمين والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغرب يا بره خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وجدتنا ومشايعنا خصوصا ولحاجاتنا ولحاجاتكم ولحاجات الدنيوية ولحاجات الأخروية بركاتي وسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم بسير الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أكرم داء يدعو إلى الخير يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى صادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أخلى الوراء منطقا وأصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه Ya
ربي صلي ليم يا ربي صلي على محمد وصل عليه يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي بغلي كل وسيلة يا ربي خصة بالفديلة يا ربي وارضي صحبة يا ربي وارضى علي سلالة يا ربي صلي monggo sareng-sareng gerakkan lidah kita menyebut nama Rasulullah. Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Allah salli alaih. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi wa rabbi anil basha. يا رب
ذكرى يا محمد. السلام يا رسول الله.
I'm
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح البرهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. الله عليه تعالى مجده عظم شانه خلق الخلق للحكمة وتعليها علمه وبشط له من فعيد المنة ما جرت به في أكداره الكسمة. الله عليه فأرسل إليهم أشرف خلقه وعجل عبيده الرحمة تعالى قد إرادة أزنية بخلق هذا العبد المحبوب. فانتشرت أشهر شرفه في أول بشهادة والغيوب. فما جل هذا المنى الذي تكرم به المنان ومعظم هذا فضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فعذرت بوجودها أكناف الوجود ودرست برد الأوالم بطراز تكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في علم قدس الواسع تجلى انقضى بانتشار فضل في القريب والشاسع. فله الحمد الذي لا تنحسر افراده بتعداد ولا يمل تكراره بكسر الترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان. صلى الله عليه يتشرف بوجوده ثقلا وتنتشر أشراره في الأكوان فمن سر اتصل به قلب منيب إلى من سوابه فضل الله على هذا الحبيب. يا أين قلب سره قد توالى بحبيب أمل أنا من نوالى جل من شرف الوجود بالنور غمر الكون بهجة وجمالا. فدرك في قصر على مقام وتناهى في مجده وتعالى لعدد الأيور فيما اجتلته بشرا كاملا يسيخ ظلالا. وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا. فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يجوز أن وصف اللسان ويحر في تعاكل معانيه الجنان. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود خلقي نور. فتبارك الله من إله كريم بشرت نعيته في ذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فجأته هذه البشارة وتلقها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك لي وعلى آله. Adik-adik, Dik, duduk dulu iya. Engko manoman kabeh iki sik ana nggih lho sak menake ana 8 juta. Nggih, engko sak ibu-ibu barang entuk iki sing biru-biru rong metu lho, Bu. Ini tadi dari Majelis Sasukaro mau bagi bisyarah hadiah berapa? 5 juta. 5 juta, Masya Allah. Yes. Jadi duduk lungguh sing tenanan. Kowe nek kowe malah enggak komanan nanti, ya. Lungguh wis ta kowe maca selawat sing banter kowe mesti diuncali karo Pak Ustaz iki, ya. Ngene rasa hahe ya. Ya bareng-bareng selawatan meneh, kita sareng-sareng mau selawat, terus sedhiluk wae engko terus mau ndhuh ngono lho, ya kasus iki. Terus kita maca selawat ben hikmat ben berkat ben berkah kabeh uripe awake dhewe mulai kok kene tak dongake sing selawatane banter mulai kok kene tak dongake entuk dit 7 juta.
Abdul Mantar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allah. Subhanallah walhamdulillah la ilallah. Sarang-sarang mau selawat. Subhanallah. Alhamdulillah. Ilallah. Ya Allah. Sani bil kasti kombinyan, bil kasti kombinyan, mania tahta babi raja wa kafatwa, raja wa kafadu bidunni. Agitani bil kasti kombinyan, bil kasti kombinyan, mania Allah. Punya tangan. Duduk, duduk, kowe duduk rasa kuwatir. Ketok-ketok kok kene iki. Sing rung adus barang ketok. Ayo.
punya tangan nggih. Apa nggih? Kopi. Wah, sajene teko kabeh. Coba sing duwe tangan, sing tangane sehat, sing sehat wae lho ya. Sing ora sehat ora apa-apa. Coba diangkat siji coba. Ayo, monggo ibu-ibu bareng-bareng ben sehat, Bu. Ha, ben ra stroke lho, ben entuk keringet kok. Tak transferi energi kok kene. Sing sehat ana angkat. Lah kok melu instruksi nggih? Nek ngewo ya. Nek ngiri. Ngiri, kiri, kiri ndi kiri? Kiri. Oh kene ya wis rasa, rasa menteleng to kowe. Heeh, lungguh sik ya. Lungguh. Kok ora wedi mbik Ustaz Blas to iki? Tak rukyah kampok engko. Ayo, bareng-bareng ya. Kiri. Kanan. Kiri. Kanan. Kiri. Kanan, pokoknya tekan subuh. Kiri. Kanan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin di bil kolomi wa tawahi afiyatin abdani wa shifaiha Muhammadin wa dawaiha wa afiyatin wa diyaiha hatimu aja salah
اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Thank you.
حبيبي. أحمد يا حبيبي 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 semangat pe tekan jamiro iki tekan jamiro isuk kowe ngaji ning kene dhewe ora banser lho he langgah riyen nggih langgah riyen sik to sik go tak kandhani halo. Kalau ngerti ibu-ibu sing mburi duwe rada ketok ngandelan masyaallah. Eh yo 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 eh. Yo. Duduk dulu, eh duduk dulu, eh. Nek gak do gelem meneng gak gelem lingkir ra tak lanjutke acara niki nggih. Kowe bisa dikondisikan nggih? Saget nggih? Ya. Sik to dungono sik aku tak omong sik. Ya sik tak kandhani engko sik. Oh iya iya semangat tuwa dhewe los pokoke. Iki ngene ya. Iki awake dhewe mahalul qiyam asrokol. Nah, nanti habis asrokol terus yaine kersane ngaos ngono ya. Lah kok bar kuwi selawat aneh karo caca tekan subuh karepmu. Ki duwite jek ning pirang juta iki mong. Nah, pokoke mbok go tuku cilok sesuk iki ora entek. Ngono ya. Tapi tertib, ya tertib. Mun agak tertib dijunjung karo banser-banser kae. Tenan kuwi dijunjung diulehke kampok mong. Ya. Sing tertib nggih. Allahumma shalli ala Muhammad.
فخينا قربا وعوان وذعي هذا الحبيب على ند السماوات وعدون من في النبي الترحيب وأنظر الجود للعلي على الوجود دسيت ولسنة الملائكة بتبشير للأنبي ندعيت سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر والقدرة كشفعت كنا هذا المسطور ليبرز النور كمنا في عالم الدهور نورا فقبل نور وعن فهد الحق الحكمة على من أتم الله عليه النعمة منه عيس الأمة ينظر عند وجهه الأمة تعنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماد الممدود فأضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من القرن العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فعند الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلحت سبل الجمال من النور أنعمود وبرز الحميد المحمود مدعينا لله بتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد عليه وسلم الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب صلواتك يا نبي سلام عليك يا رسول Yeah.
تحبنا بوجود المصطفى محمد يا نبي سلام. يا الله يا رب يا رب سلام. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa ayah bunda kami. Bibarakah Sayyidina Muhammad. Allah alaika. Marhaban ya Rasulullah. Di ahlan marhaban bi ka in nabi kaysa. مرحبا يا سيدي مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاه يا إلهي مرحبا جد وبلغ كل مرحبا 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 يا رسول الله مرحبا مرحبا جد الحسين وحدنا نرجع سبيلي مرحبا مرحبا نسعد ونرشد مرحبا 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 الله على محمد yeah.
وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك Hiduplah Indonesia Raya Indonesia Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya. Yang ku cinta Indonesia Raya Merdeka, merdeka Hiduplah Indonesia Raya Indonesia Raya Merdeka, merdeka Tanahku, negeriku Yang ku cinta Indonesia Raya Merdeka, merdeka Hiduplah Indonesia Raya كل ما يأتيك يوما طبيعيا قائما كل ما يأتيك يوما طبيعيا قائما يلا الوطن خوف الوطن ولا تكون إنها دور يلا الوطن يلا الوطن يلا الوطن حب الوطن إذا الإيمان ولا تكون إذا الإيمان إنها دور إندونيسيا إندونيسيا أنت عنوان فطامة كل ما يأتيك يوما طبيعيا Pusaka hati Cintaku dalam imanku Jangan halangkan nasibku Bangkitlah bangsaku Pusaka hati Cintaku dalam imanku Jangan halangkan nasibku Bangkitlah Indonesia Indonesia Engkau panji martabatku Siapa datang memantapku Dan binasa bawa durimu Siapa datang mengancamku Dan binasa di bawah durimu Izinkan ayah izinkan ibu Relakan kami pergi berjuang Di bawah kibaran bendera NU Majulah ayo maju 1003 kembali pulang Sebelum kita yang menang Walau darah menetes di medan perang Demi agama Maju ayo terus maju Singkirkan dia Kikislah habis mereka Pososo agama dan ulama Wahai barisan Asa serbaguna Dimana engkau berada Teruskanlah berjuang
barisan Ansor serbaguna. Di mana engkau berada? Teruskanlah berjuang demi agama. Oh, demi negara. Demi agama. Bila berkorban. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Nah kan. Ya. Ini kan di bawah wis kita sudah baca sholawat. Sudah baca maulid. Sudah mahalul qiyam. Wis ana sing entuk hadiah barang. Bu rasah ganggu-ganggu, Bu. Ket mau tak untali nganti kesel kalau kok apa. Ya aku dhewe iki malah urung entuk iki. Ki jek urung genah barang engko sangune pira, lah. Ki ngore tombokno malah. Sik dungokno. Dungokno ae, dungokno. Yo yo sik tak kandhani, tak ngomong sik sedhiluk kok. Rasah cerewet ta iki. Ngene-ngene, sing entuk hadiah alhamdulillah. Sing ora entuk hadiah tetep berkah, ngono lho. Lah, jangan dinilai dari nominale. Hei, hei, yo yo, sik tak kandhani. Duit sing mbok entuk kuwi to, nominale ora sepiro, mbok go tuku cilok sak sunduk wis enteng. Iya apa ora? Tapi delok sing ngekeki sapa? Sing maringi para kiai lho. Berkah. Mau tekan manduk simpen buat ade plastik tak ijazai semua yang dapat uang malam ini dungokno sing dapat iku mau hadiah sing ngomong rentok musik kok sing entuk tak omongin sing entuk kon sing entuk ya iki tak ijazai sekalian sampean tekan ngomah ya sampean jembreng wacake selawat ping telu ya wacake apa mau. Nah, ping telu piye macane? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sampean sebulke ning gone dhuwit kuwi mau ping telu. Ngono. Wis. Sampean lempit dokokno plastik, taleni tlebokno jero dompet. Tak janji sampean ra bakal kendhat duit. Mesti di duit terus. Asal aja kok jajan. Lho. Kayak ketok ora pati percaya omongan iki kiai lho. Jos sebrono lho nom-nom ngene iki ganteng-ganteng ngene kiai lho iki. Pun nggih. Wis ana sing entuk hadiah, wis ana sing lualah masyaallah entuk berkah kabeh malam ini. Lah iki candake sing pamungkas. Eh, yo. Candake apa ngaji nderek kia. Mula nek ning yai matur dimirengke, kok yaine nek ceramah didungokke rasa berisik lha kudu kowe ya. Sing ngono kula tak mudhun kesel awake ya ta urung karen blas sono seminggu iki ra balik blas. Lah. Kopine barang ya adem iki lho kancan. Ngono ya. Terus ngene tak duwe rahasiane pengajian niku berkahe nang donga. Lah mengke badhe maido ya ini donga. Dadi aja dibalik nek urung donga. Ya. Engko balik sik kesuwen selalah Pak Ustaz, kesuwen. Nang omah rum di kancing ning montor ning sembarang. Lah rasa nduk pikir diniati ngaji insyaallah aman, ya toh. Wis pokoke sing ngaji iki mulai engko tekan mantuk 7 juta. Lha wong donga dikabulke ora terserah kono to wong kan donga ngeta adungake apa-apa. Peranoto acarane Bu. Acara Maulid pun selesai niki saya kembalikan lagi ke peranoto acara. Cukup dari sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.